أبناء وبنات طلاب الصف الأول الثانوي. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن الزوايا المحيطية والمركزية في الدائرة. معنى كلمة زاوية مركزية يعني زاوية رأسها عند مركز الدائرة ومحصورة بين نصفي قطرين، نصف القطر الأول ونصف القطر الثاني، وبتقابل قوس وليكن اسمه ألف باء، دي اسمها زاوية مركزية. نفس القوس ألف باء دوت لو أنا رسمت من عنده وتر للنقطة جيم ووتر آخر للنقطة من النقطة باء إلى النقطة جيم، هيقابل زاوية اللي هي الزاوية ألف جيم باء. ألف جيم باء دي بيسموها زاوية محيطية، بتقابل نفس القوس. النقطة جيم على الدايرة، النقطة اللي على الدايرة ديت ما دام نقطة على الدايرة يبقى بترسم لي زاوية محيطية، نقطة عند مركز الدايرة بترسم لي زاوية مركزية بس تكون داخل الدائرة. العلاقة اللي عندي إن الزاوية المركزية عايزين نجيب علاقتها مع الزاوية المحيطية، بس بشرط إن يكونوا الاثنين المرسومتان على نفس القوس، يعني هما الاثنين بيقابلوا نفس القوس. لما اجي دلوقتي عايز اجيب العلاقه ما بين الزاويه جيم والزاويه واو، بص كده معايا في اللوحه اللي احنا عاملينها ديت. لو انا جبت اي نقطه على الدايره وحطيت مثلا عند الزاويه اهي، الزاويه اللي عند او المنقله اللي عند الزاويه المركزيه جابت كام درجه؟ 40 درجه، واللي عند الزاويه المحيطيه جابت 20 درجة. لو غيرت كده الزاوية اللي عند المركزية 60 واللي عند المحيطية 30، لو جبتها عند 80 100، لو جبتها عند 80 كده ألاقي ب40 وهنا ب80، لو جبتها عند 120 الاقي زاوية ب 120 والزاوية المحيطية ب 60 درجة، يبقى كده الزاوية المحيطية نصف المركزية أو المركزية ضعف الزاوية المحيطية، قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية، بس بشرط إن هما يكونوا مشتركتان في نفس القوس. لو حبيت إن أنا آخد بعض المسائل، لو أنا جيت خدت مثلا زاوية بالشكل دوت ورحت راسم قطر، قطر ا ب بيمر بالزاويه بيمر بالنقطه واو، ورحت جاي راسم هنا كده زاويه محيطيه، يا ترى الزاويه المحيطيه اللي انا عايز اجيبها ديت تطلع بكام؟ نبص كده عليها هنلاقي الزاويه المحيطيه دي بتقابل القوس ا ب، وقوس ا ب بيقابل الزاويه المركزيه اللي عند واو اللي هي 180 درجه خط مستقيم، وبالتالي تبقى ديت زاويه مستقيمه 180 درجه وتبقى ديت نصها، يبقى السين اللي عندي بتساوي كام؟ 90 درجه، يعني نص ال 180. الله، طب ما انا دلوقتي يبقى انا اقدر استنتج كده ان الزاويه المحيطيه اللي بتقابل قطر بتساوي 90 درجة، بتقابل قطر، ما القطر بيقسم بيقسم الدايرة نصفين، وبالتالي بنقول الزاوية المحيطية في نصف دائرة كم درجة؟ 90 درجة أو قائمة. هقول 90 درجة وأقول إيه؟ قائمة. لو خدت لي بقى شوية مسائل على الزاوية المحيطية والزاوية المركزية، ممكن نقول لو أنا عندي هنا أهو الزاوية المركزية مجهولة، لو الزاوية المحيطية اللي عندي هنا ديت ب 40 درجة، يا ترى المركزية س دي تبقى بكام؟ س قد المحيطية كم مرة؟ مرتين، يعني 2 في 40. لما احب اجيب المحيطيه اضرب في 2، لما احب اجيب المركزيه اضرب في 2، اجيب المحيطيه اقسم على 2 او اضرب في نص، يبقى دي تطلع بكام درجه؟ ب 80
درجة. لو أنا عندي زاوية مركزية بالشكل دوت وهنا زاوية محيطية، الزاويتين دول هلاحظ دايما لازم ان هما الاثنين يكونوا بيقابلوا نفس القوس، لازم. ما كانوش بيقابلوا نفس القوس لا تنطبق النظريه. وبالتالي لو انا جبت الزاويه ديت ب 100 ب 90 ب 70 تبقى الزاويه ج بكام؟ قياس الزاويه ج بيساوي، ها طبعا المحيطيه تبقى نص، يبقى نص السبعين تساوي 35 درجه. 35 ايه؟ درجه. طيب لو انا جبت كده زاويه محيطيه وزاويه مركزيه الاثنين مش هيقابلوا نفس القوس. يعني لو قلت مثلا الزاويه اللي هنا دي ب 100 درجه، هل نقدر نجيب الزاويه دي؟ هيقول لي بص السين بتقابل القوس اللي تحت اهو اللي هو ألف باء بدءا من هنا لهنا، ده قوس، بينما المية بتقابل القوس الآخر اللي فوق، وبالتالي ما لهمش علاقة ببعض. إنما أنا أعمل إيه؟ أجيب بقية ال 360. إيه بقية ال 360 هنا؟ الزاوية دي كام؟ 100 محيطية، يبقى اللي معاها على نفس القوس الزاوية الخارجة دي اللي هي بره، عفوا مش الخارجة، الزاوية اللي هي بتكمل بقية ال 360 بقية الدورة الكاملة مع س، يبقى الزاوية دي 100، الزاوية دي تبقى قدها مرتين تبقى بكام؟ 200. يبقى السين بتساوي ال 360 أنقص منهم ال 200 اللي عندي، يطلع 160 درجة، 160 درجة. طيب لو بالعكس، لو عندي زاوية مركزية ب 220 درجة وعايز الزاوية ديت تبقى مركزية نص المحيطية على طول، المحيطية نص المركزية، محيطية س نص المركزية اللي هي 200 وكام؟ و20. وايه اللي خلاني اقول نصها على طول؟ لان دي بتقابل القوس اللي فوق والمركزيه برضو بتقابل القوس اللي فوق، تطلع بكام؟ ب 110. طيب لو جاب لي قطر بالشكل ده، اول ما اشوف كلمه قطر اعرف ان الزاويه المحيطيه اللي بتقابله بتساوي 90 درجه، وراح راسم لي هنا كده زاويه محيطيه، الزاوية دي لقاها ب 30 درجة، يا ترى الزاوية دي تبقى بكام؟ أول ما أفكر على طول أقول والله ده أنا عندي الزاوية اللي بتقابل الزاوية المحيطية اللي بتقابل القطر بتساوي 90 درجة، يبقى الزاوية دي تطلع بكام درجة؟ ب 90 درجة. وبالتالي أقدر أجيب السين من مجموع زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث 180، تبقى السين بتساوي 180 أنقص منها الزاويتين اللي عندي اللي هما 90 زائد 30 بيساوي 60 درجة. أو ممكن أقول ما دام الزاوية دي 90 درجة يبقى الزاويتين الباقيين مجموعهم 90 درجة، يبقى س بتساوي 90 أنقص منها 30، كده ينفع وكده ينفع، تمام؟ أما إذا كانت عندي زاوية مركزية ولتكن 2 ثيتا، لو أنا لو كانت بتقابل قوس أ ب وجيت هنا اهوت رسمت زاوية محيطية أ ج ب برضه بتقابل قوس أ ب، طبعا المحيطية دي هتبقى نص الزاوية المركزية، قياس الزاوية المحيطية نصف قياس الزاوية المركزية تبقى ثيتا بس. طب لو جيت رسمت زاوية محيطية أخرى على أي نقطة أخرى من الدايرة، ولتكن الزاوية أ د ب، طبعا برضو هتساوي نص الزاوية المركزية وبالتالي تبقى بكام؟ ب س. يبقى احنا كده استنتجنا أن الزاويتان المحيطيتان على قوس واحد متساويتان، الزاويتان المحيطيتان على قوس واحد مالهم؟
متساوية تاني. يبقى أي زوايا محيطية بتقابل نفس القوس تكون متساوية في القياس. وبالتالي أقدر بقى دلوقتي أن أنا أستخدم هذه القاعدة كقاعدة، الزوايا المحيطية على قوس واحد متساوية. أوجد الزوايا المجهولة فيما يلي. لو احنا عندنا دايرة بهذا الشكل وجينا رسمنا وتر كده ووتر اخر، محدش يقول لي وزي، دول وترين بهذا الشكل، الزاوية ديت ب30 درجة، يا ترى تبقى الزاوية دي بكام؟ ولو الزاوية ديت ب60 درجة، 70 درجة، يا ترى تبقى الزاوية اللي هنا دي بكام؟ تعال نفكر فيها كده. أي زوايا محيطية بتقابل نفس القوس، الزاوية س والزاوية 30 بيقابلوا هذا القوس. لو لما تتأملوا كده، س هي بتقابل القوس و30 هنا بتقابل القوس، يبقى س بتساوي 30 درجة. الزاوية دي طلعت ب 30 درجة. 30 زائد 70 80، يتفضل من المثلث. يبقى الزاوية دي ولتكن اسمها لام مثلا. لام بتساوي 180، أنقص منها الزاويتين اللي عندي اللي هما كام وكام؟ الزاوية الأولى 70 زائد الزاوية الثانية 30، وبالتالي يبقى الناتج ب 80 درجة. لما تكون اللام ب 80 تبقى الصاب بكام برضه؟ ب 80، لأن هما الاثنين بيقابلوا القوس اللي على اليمين دوت. الزاوية دي والزاوية دي بيقابلوا القوس اللي عليه علامة إكس زيهم. يبقى الزاوية صاب بتساوي كام درجة؟ 80 درجة، لأنهم زاويتان مرسومتان على نفس القوس. لو حبيت أرسم دائرتان بالشكل دوت، دائرة ادي ضلعين، هذان الضلعان متساويان، ورسمت هنا اهو كده وتر بيقفلهم بيعملوا لي مثلث متساوي الساقين. وبعدين رسمنا هنا كده زاويه محيطيه، زاويه محيطيه، عايزين الزاويه وصلنا دول ببعض. اذا كانت الزاويه الاولى ب50 درجه اللي فوق ودي ب70 درجة، يا ترى نقدر نجيب الزاوية اللي جنبها دي س واللي على اليمين هنا ص واللي فوق هنا دي ع؟ هل نقدر نجيب س وص وعين؟ بكل بساطة المثلث دوت مثلث متساوي الساقين، ودام المثلث متساوي الساقين دي 50 تبقى دي زيها كام؟ 50، 50 و50 100 تبقى دي كلها 80، 50 و70 120 تبقى دي 60، وبالتالي تبقى دي بكام؟ بقيت ال 80 ب 20 درجة، وبلام دي ب 20 درجة. بص على العين، العين بتقابل القوس ده هي نفسها ال 20، يبقى عين بتساوي 20 درجة. بص على الصاد، الصاد بتقابل القوس اللي فوق زيها 60، يبقى الصاد بتساوي 60. بص على السين مكملة للسبعين، يبقى السين بتساوي 180 ناقص 70 بيساوي 110 درجة. كده يبقى احنا اخدنا الزوايا المحيطية والزوايا المركزية، وعايزين حضراتكم تحلوا لنا واجب.
تمرين 8 جيم صفحة 73 و74 من رقم 1 لرقم 9، وتمرين 8 دال صفحة 78 و79 رقم 1 و2 و3 و5 و7 مع عاطف الأمنيات. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.